حياكم الله وبياكم سادتي الأكارم مشاهدي قناة التركمان ومن استوديوهاتها في بغداد الحبيبة. سادتي الأكارم، رحبوا بضيفي الكريم قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني الحاج أبو رضا نجار. حياكم الله أستاذ أبو رضا. الله يحييكم، شكرا جزيلا. أستاذ أبو رضا، محاور كثيرة وعديدة سنناقشها مع حضرتك، ولكن بعد هذا التقرير سادتي الأكارم لنشاهد هذا التقرير. مع حلول العام الميلادي الجديد شهدت البلاد أحداثا أمنية وسياسية، ومنها اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيفه الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في مطار بغداد الدولي من قبل الطائرات الأمريكية في اعتداء سافر وانتهاك لسيادة العراق. وأدت تلك العملية الغادرة إلى اتخاذ البرلمان العراقي خطوة نحو الطلب من حكومة عادل عبد المهدي بالطلب من الجانب الأمريكي بالانسحاب من الأراضي العراقية، واشتدت معها التجاذبات والمناكفات بين الكتل السياسية النيابية الكردية والسنية اللتان ترفضان الانسحاب الأمريكي من العراق. وبعد أيام من القصف الأمريكي جاء الرد الإيراني باستهداف القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وحرير بمحافظة أربيل، مع استمرار الخرق الدستوري في عدم الاتفاق والتوافق على اختيار مرشح لرئاسة الوزراء وفق مطالب المتظاهرين المحتجين في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى. وفي خضم تلك الصراعات توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد عادل عبد المهدي إلى أقليم كردستان العراق، والتقى بحكومة الأقليم وبرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البرزاني، مختتما زيارته بلقاءات أجرها مع قيادات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. وعن التفاهمات التجارية التي توصلت إليها حكومة عبد المهدي مع الجانب الصيني بإعادة إعمار العراق النفط مقابل الإعمار، وقبيل وصولها إلى البيت التشريعي أعلنت بعض الكتل السياسية ومنها السنية عن رفضها لتلك التفاهمات مع الجانب الصيني وفقا لرؤى تلك الجهات. أما التركمان لم ينالوا حصتهم من المناصب الوزارية وحتى في التعيينات ضمن مناطقهم مع إصرارهم بالتمسك بالوحدة الوطنية. ويستذكر التركمان شهداء أداءهم في 16 من كانون الثاني الذين عدمهم النظام السابق لانتماءاتهم القومية والمذهبية. حياكم الله مجددا سادتي الأكارم مشاهدي قناة التركمان، وحياكم الله أستاذ برضا النجار. أستاذ يلماز، كما شاهدنا في التقرير قضايا عديدة ومهمة شهدتها البلاد منذ مطلع هذا العام ونهاية العام الماضي في 2019 شهدت البلاد، وأيضا تحديدا في كركوك استهدفت قاعدة كيوان بعدة قذائف هاون، ثم تبعتها قصف الطائرات الأمريكية لمقر اللواءين للحشد الشعبي 45 و46 في قضاء القائم، وأسفر عن تلك الأحداث تشييع بمراسيم تشييع قرب السفارة الأمريكية وبما جرت في قبالة السفارة الأمريكية في بغداد، وتبعتها أحداث دموية مؤسفة في مطار بغداد باستهداف أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وضيفه الحاج قاسم سليماني. كيف ترى التطورات السياسية واستهداف للسيادة العراقية من قبل الطائرات الأمريكية، وحسب ما ذكر دولة رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي في حديثه خلال جلسة البرلمان بأن الأجواء العراقية الطائرات الأمريكية تصل وتجول دون إذن من الحكومة العراقية، أنتم كمحور الحشد الشعبي كيف تقرأ هذه الأوضاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لهذه الاستضافة. ثانيا أقدم العزاء إلى الشعب العراقي، إلى المرجعية وجميع مكونات الشعب العراقي والفصائل والحشود باستشهاد البطلين الفذين القائدين أبو مهدي المهندس وصاحبه وصديقه جنرال سليماني في عملية مثل ما ذكرتم تجاوز لكل الأعراف والقواعد الدبلوماسية. تم الاستهداف لشخص دافع هو ومن معه عن العراق خلال 4-5 سنوات، وحرروا جميع المناطق من داعش وأذنب الدواعش، لكن يستهدفون بهذه الطريقة. طبعا مثل ما ذكرتم كذلك
بأنه معناها بأنه ليست لدينا أي سيادة أي تحكم. إذا نرجع إلى الاتفاقية الموجودة مع الجانب الأمريكي التحالف الدولي، أحد فقراتها تنص بأنه أي حركة حتى جو إن كان في الجو في الأرض في البحر يجب إخبار العمليات المشتركة اللي هم حاضرين أعضاء في هذه العمليات. لكن العمليات حصلت بدون أي إجازة أو بدون أي إخبار، وخاصة ربما قسم من الشعب العراقي لا يمتلكون هذه المعلومة. نفس الجنرال قاسم سليماني كان مدعو، هو أولا مستشار حال بقية الأمريكان اللي عندهم عقد مع الحكومة العراقية كمستشارين، ثانيا كان عنده اجتماع في يوم الثاني مع رئيس الوزراء يحمل رسالة حول التطورات الأخيرة بالمنطقة. إذن استهدافه كان استهداف للشعب العراقي للحكومة العراقية، واستهداف حج أبو مهدي نعتبره استهداف للمرجعية وللمراجع. لأنه على ذكر المرجعية أستاذ يلماز، يعني المرجعية أدانت واستنكرت بشدة بأشد العبارات هذه الخروقات والتجاوزات التي استهدفت الشخصيتين المهمتين وأيضا أبناء الحشد. قطعا إذا نرجع إلى أيام التشييع، سيد محمد رضا كان من المشيعين، هو وبقية العلماء. ثانيا رسالة سيد السيستاني حفظه الله إلى قائد الثورة سيد علي الخامنئي كان إشارة لدور الكبير الذي لعبه قاسم سليماني الجنرال البطل الشهيد في الدفاع عن العراق عن الشعب العراقي في صراعه مع الدواعش. المرجعية أيضا يعني قرأت دعاء الإمام علي علي بن أبي طالب عليه السلام خلال يعني دعاء في خلال هذه الفترة. وبعد الاستهداف شهدنا يعني كانت في عبارات المرجعية إشادة بدور القادة القائدين، وكذلك إشادة لدور الحشد، تنديد بالتجاوز على السيادة الوطنية. لذلك سارع البرلمان في اليوم الذي تلى التفجير، واتخذوا قرار بإخراج القوات الأجنبية من العراق. طبعا راح نتحدث في محاور أخرى عنها، لكن أريد أبقى في ضمن الرجلين. أو اليوم إحنا هاي الرسالة نريد نبعثها بأنه حشد الشعبي. اليوم كان عندنا اجتماع بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج الفياض فالح الفياض وبقية القيادات، الحاج أبو علي البصري مسؤول العمليات، وكل القادة كانوا حاضرين. اليوم تعاهدنا فيما بيننا أن نستمر على هذا النهج، وكان عبارة رئيس الهيئة كان عبارة جميلة جدا حيث تحدث وقال أنه العراق والحشد لا يمكن للعراق أن يستمر بدون الحشد والعكس كذلك. إذن تعاهدنا بأنه أن نستمر على نهج الحاج أبو مهدي وما أقره وما كان يقره والفقرات الخمسة من الوصية التي أوصانا نسمعها كل يوم. هو يحثنا على الاستمرار بالجهاد والدفاع عن جميع مكونات الشعب العراقي. يعني أستاذ يلماز لقبتم بلقب أبو مهدي التركماني، أبو المهندس التركماني أعتقد، يعني تم وصفكم أو لا. أنت وصفت نفسك بهذا لا الوصف؟ لا لا لا, 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 لا والله أنا طبعا أعاتب الأخوة اللي تحدثوا هالتسمية. أنا أصغر جدا من أن أسمى بهاي التسمية. أنا ربما أقل من حتى بوصال أبو مهدي المهندس. حاشاكم يعني الجهاد أخوة نوبات يجام. هو أبو الحاج حج أبو مهدي كان يجامل أحيانا مثلا من نلتقي يقول ها أنت أبو مهدي يعني صولاتكم عاتبه بأنه ليش ما زور المنطقة، يقول أنت موجود أنت أبو مهدي. نعم هو كان له أيضا دور في تحرير مناطقكم المناطق التركمانية في قرية بشير وكل أهالينا يشهدون بأنه وقضاة الأعفار القائدين الجنرال قاسم سليماني وكذا حج أبو مهدي لهم دور. نعم كثير شاركوا ساعدونا في قضاء على الدواعش، لكن للثنين الدور البارز
إن كان في حصار آمرلي، إن كان في أطراف بشير، إن كان في تل عفار، في أطراف طوس حرمات وداقو، وفي جميع المناطق التركمانية كان دائما حج أبو مهدي يحفزنا على تشكيل القوات، ساعدنا كثيرا في تشكيل. الآن نمتلك قوة يعتد بها، لواءين، نمتلك لواءين 16 و52 من أقوى الألوية في الحشد الشعبي. والمحور كذلك يمتلك أفواج مستقلة، فوج الخاص، مهمات الخاصة، ومجامع كثيرة من الفصائل يعملون معنا في هذا المحور، إن كان من السرايا، حزب الله، وسيد الشهداء، العصائب، بادر، ومجلس الأعلى كذلك عندهم مجامع، حزب الدعوة، كلهم يعملون تحت خيمة محور الشمال للحشد الشعبي، اللي الداعم الرئيسي والأساسي لهذا الحشد كان هو يعني الحاج أبو مهدي. الحشد الشعبي تكون أساساً، تأسس أساساً من فتوى المرجعية، فتوى الجهاد الكفاية للمرجعية الرشيدة، من المتطوعين. قطعاً. إذا نرجع إلى 2014 نتذكر بعد الفتوى مباشرة دخلت الدواعش إلى مناطقنا، تم تشكيل الحشد الشعبي، كنا من المبادرين، بل هو الحاج أبو مهدي هو من بعث علينا بأنه ظروف المنطقة تستوجب تشكيل مجامع. بدأنا في حصار آمرلي، كانت أعداد قليلة جدا، لكننا بعد إكمال فك الحصار عن آمرلي وصل عدد يعني الحشد الشعبي، يعني أصبحت الظهير القوي للجيش الباسل. نعم قطعا، الآن في المنطقة نشترك مع العمليات المشتركة، الآن المقر المتقدم للعمليات المشتركة هناك آمرلي 16 هو نائب قائد العمليات المشتركة، وبقية القواطع كذلك إن كان في طوس خرماتو، في داقوق، وبقية المناطق نشترك مع بقية قوات الجيش والشرطة الاتحادية المحلية في الدفاع عن هذه المناطق، فضل للرجلين وبقية المجاهدين. نعم أستاذ أبو رضا نجار، يعني طلب الحكومة أو طلب البرلمان من الحكومة بطلب من الجانب الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من العراق أو بسحب الخبراء من الأراضي العراقية، الخبراء جاءوا بطلب من الحكومة العراقية إبان احتلال عصابات داعش لعدة محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. يعني هنالك اتفاقيتان، اتفاقية الأمنية الاستراتيجية والاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت في عهد السيد المالكي مع جورج بوش الابن. الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية في 2011، هذه الاتفاقية أنهيت، تم سحب القوات الأمريكية من العراق. وفي 2014 بان احتلال داعش، تم الطلب من الحكومة العراقية للجانب الأمريكي بدعم وإسناد القوات العراقية جوا أو بتحالف دولي لإسناد القوات العراقية لتحرير المناطق من براثن ورشة العصابات الإرهابية. خلينا نتحدث على محورين. نعم. محور الاتفاقية هو طلب العراق بتقديم المساعدة والعون بجانب إن كان استشارة أو معلومات استخبارية. الاتفاقية كما ذكرتم اتفاقية انتهت في 2011 مع خروج القوات، وأما الاتفاقية الثانية كذلك كان بها بند بأنه للجانبين ممكن طلب الانسحاب من الاتفاقية، يعلم أي طرفين الجانب الآخر لمدة سنة. العراق قبل سنة مقدم بأنه يريد ينهي الاتفاقية، إذن أصلا نعتبر بأنه اتفاقية أمنية ما موجودة. أما الطلب اللي قدم في 2014 و2016 من قبل وزارة الخارجية العراقية، وقتها كان وزير بشار زباري وزير الخارجية، تم طلب من أمم متحدة بتكثيف قوات التحالف بتقديم المشورة، يعني بحضور مستشارين، وكذلك المعلومات الاستخبارية، وإعانتنا بالتدريب للوقوف أمام الدواعش. هذه كذلك اللي تم الحديث عنه في البرلمان. طبعا هناك آراء مختلفة بأنه البرلمان ليس من يقرر، لأن اللي يصدر القرار في هكذا مواقع
هي الحكومة السلطة التنفيذية، لكن تداخل الأمور ورسالة المرجعية واللي حصل بالشارع هنا أيضا هناك فوران أدى إلى اتخاذ هذا القرار. نعم هناك إشكالية أنه حكومة عبد المهدي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، هناك إشكالات لربما يعني الحكومة تقول بأنها تصريف أعمال، يعني البرلمان يطالب يعني بعد الخلقات التي حصلت من الجانب الأمريكي. طبعا ممكن نقول أحد أسباب اللي أدى دكتور عادل عبد المهدي يحضر إلى البرلمان يطلب بجلاء وخروج القوات لأنه حكومة تصريف أعمال، فلذلك السلطة متجسدة في البرلمان. البرلمان اتخذوا هذا القرار، أكو إجراءات أخرى ستخدم عليها إن كانت هذه الحكومة والحكومة القادمة، الجو العام إن كان الشعبي حتى العسكري. نحن لسنا الآن بحاجة إلى قوات أجنبية تدافع عنا حسب ما يقولون، لكنهم يتجاوزون على السيادة، يقتلون قياداتنا. يعني هسه أنا أسأل، يعني أي كمواطن عراقي هل كافأنا أبو مهدي بعد هذه السنوات من القتال مع الدواعش مع غيره كافأنا بأنه يقتل بهذه الطريقة؟ يعني هذا يعني أي أعراف أصلاً إحنا نقرب أنه عالمياً ليست هناك أمم متحدة أجوا فيه بعد الحرب العالمية الثانية رسموا خارطة حتى يتحكمون على العالم، صدروا قرارات مواد للتحكم بالعالم، مجلس الأمن ما ممكن تجاوز أو تعدي على أعضاء يعني مجلس الأمن، بقية الدول وطلعت علينا هاي الفصول اللي هي تدري يعني الجانب الأمريكي يهدد فصل خامس سادس سابع بعقوبات اقتصادية، والجانب الأمريكي مصر على بقاء القوات وعدم سحب القوات الأمريكية من العراق. يعني لماذا هذا؟ طبعا هذا الإصرار راح تكون لها أجوبة من قبل الشعب العراقي. سمعتم يعني الحراك اللي حصل قبل فترة في التشييع، أثناء التشييع وبعد تشييع جثمان، وقبلها عندما استهدفوا مثل ما ذكرت لواء 45 لواء 46 مقاتلين يتواجدون في الثغور، يتم استهدافهم من قبل جهة تدعي أتت للدفاع عنه. فكيف نفسرها؟ إذن هناك خلط بالأوراق، هم ربما خائفين عن قوة وسطوة الحشد الشعبي المجاهدين، لأنه قطعا كلما نتقدم مع الفصائل وبقية الشعب العراقي سنطلب بخلو وخروج القوات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. فهذه قطعا تزعجهم، هم جايين من إجوا للعراق جايين لأهداف اقتصادية وعسكرية، يريدون يتحكمون بالمنطقة. عندما يجدون قوة ومعها بقية القوات العسكرية إن كان الجيش شرطة شرطة الاتحادية قد وصلوا إلى مرحلة سيتم الاستغناء عن خدماتهم، الاستغناء عنهم يعني عدم الوصول إلى مآربهم الاقتصادية، إذن يجب إيجاد مشاكل أو حتى ادعاءات بأن الحكومة تصريف أعمال أو إحنا جئنا بطلب من الحكومة العراقية وبغيره من الأسباب. لكن الشارع في الأيام القادمة سيعلن تأييده للبرلمان وللحكومة بخروج القوات من العراق، ولا نحتاج أي قوة تساعدنا للقضاء على الدواعش. أستاذ يلماز، يعني الحكومة والشعب العراقي دعوا يعني الطرفان النزاع الأمريكي والإيراني بعدم خرق السيادة الوطنية، ولكن حصل الخرق الأمريكي باستهداف أبو مهدي المهندس والسليماني في مطار بغداد، وجاء الرد الإيراني عبر قصف لموقعين لقاعدتين في الأنبار وفي محافظة أربيل. كيف يعني تفسر هذه الخروقات من الدولتين إيران وأمريكا للسيادة؟ طبعا الأمريكا. عندما الكل يتحدثون، كان سياسيين الناس يتحدثون، يعني حتى المرجعية بأنه أكدت على ضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراعات الدولية والإقليمية. وهذا المطلوب يعني بالنهاية إن شاء الله إحنا من نوصل إلى مرحلة راح نستغنى عن الكل. في مرحلة كنا أنا سأذكر يعني أشهدنا بدور جنرال قاسم سليماني،
هاي الإشادة كانت في فترة إحنا من حصرنا في آمرني في مناطقنا في تازة وبشير لم نجد أحدا. الأمريكان كانوا موجودين، لماذا لم يقدموا العون والمساعدة لنا في تلك الفترة الحرجة؟ وجدنا الإيرانيين، وجدنا حج قاسم وبقية المستشارين، فهذا وفاء منا نذكر هذه الأم. نعم إذا وصلنا من القوة والتجهيز طبعا ما نحتاج أي أحد. الحديث بأنه إبعاد صراع الدول عن العراق لأنه إحنا نتضرر طبعا هذا هو شيء المطلوب، لكن من بدأ يقال البادي أظلم، الأمريكان هم من استهدفوا حج قاسم. حج قاسم كان موجود بسوريا، حج قاسم يتردد يروح إلى مكانات أخرى، بل هم في تقريرهم يذكرون بأنه كان يتابعونه شلون صعدت بسوريا إلى الطيارة. وهاي استهدافهم في مطار بغداد كان استهداف لنا وللشعب الإيراني. إذن تجاوز على السيادة، يعني كيف نقبلها؟ يعني من يقبل؟ هم يقبلون بأنه يستهدفون في نيويورك من قبل آخرين، ما يقبلوه، ولكن هم أجوا يتجاوزوا. فالرد من حصل لقاعدة، أولا هاي القاعدة نفسها ما جاي، هاي القاعدة إنشاء إنشائها قاعدتي عين الأسد، حتى زيارتهم نزولهم يعني هناك تواجدهم نعم. تواجدهم بدون التنسيق. يعني شاهدنا قبل سنة ترامب سيد ترامب من يحضر هناك، يتم اتصال مع رئيس الوزراء، والله أنا موجود شنو، يعني كأنما أرض. نعم عرفنا تعريف السفارات، السفارة تعتبر جزء من الدول، هاي القواعد هم تعتبر من جزء 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 من الدول، هاي بيا اتفاقية موجودة. نعم إذن هم خرقوا الاتفاقية، هم تجاوزوا، فكان إجاهم الجواب. ولكن طلب الانسحاب من البرلمان أو الحكومة، الكتلتان اتحاد القوى يعني المناطق الغربية وحتى الأخوة الكرد لربما لديهم تحفظات، يعني بعض من أعضاء اتحاد القوى أو الأخوة السنة مثلا حضروا في جلسة البرلمان وشكروا جهود الحشد الشعبي والدماء والتضحيات التي سالت في الدفاع عن تلك الأراضي وتحريرها من براثن داعش. يعني باعتقادك لماذا ترفض تلك الأطراف سحب القوات الأمريكية في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني طبعا هذا السؤال يرجعنا إلى تركيبة الحكومة بعد 2013. يعني من نشاهد التركيبة، هم ساعدوا في هاي التركيبة الأمريكان في إعدادها، قسمونا الشيعة السنة الأكراد ترضية، والشعب العراقي لأنه نتيجة سنين من المعاناة قبل بالأمر الواقع. كل السياسيين حتى الخيرين في تلك الفترة خمنوا بأنه النموذج اللبناني جاي يطبق علينا، نموذج كينيا بقية المناطق جاي يطبق علينا، إذن إحنا في على المدى البعيد راح ندخل في صراعات، صراع المكونات، هاي شاهدنا. الاختلاف الموجود في الرؤية كذلك بين قيادة المكونات المتواجدين في البرلمان أصبح جليا في قضية خروج القوات. يعني في يوم تأبين، يعني أنا أسأل سؤال، حج أبو مهدي المهندس دافع عن أربيل لو ما دافع عن أربيل، دافع عن أطراف سليمانية لو ما دافع، دافع عن موصل لو ما دافع، دافع عن تكريت لو ما دافع، سنين سنتين ثلاثة هو ينام هناك بالعراق على بيج أطراف بيج. كان الأجدر أسأل أي حال، كل مجموعة كل شخصية كل عندهم آراءهم السياسية، لكن الحيف اللي وقع ذاك اليوم الإحسان، نعم هم يطرحون قضية بأنه طلب جلاء القوات لازم تكون بتأني، ليس بناء على إحساسات سريعة نتيجة استهداف قادة. نعم لكن بالبرلمان ممكن كان تعبير عن هذه الآراء من بحضورهم، من غابوا عن البرلمان في ذلك اليوم، يعني كانت الرسالة غير جيدة إلى العراقيين جميعا
بأنه نحن في قضية السيادة مختلفين. ما ممكن يعني الإنسان شلون الغريب يقدر يدافع عنه؟ يعني باشر عقب الله لا يقول إذا صار شيء على كردستان أهل الجنوب يجون أهل الوسط يدافعون عنهم، مثل ما صار هسه في الغربية، من ذهب إلى المناطق الغربية ودافع عنهم؟ جنوب والوسط. وكذلك إذا حصل شيء في كردستان نحن الآخرين أول المدافعين راح نكون عن، لأنه نعيش في داخل العراق واحد واحد. ربما ببيانات اللاحقة تم تدارك شيء من اللي حصل بالبرلمان، نأمل في الأيام القادمة في اجتماعات البرلمان نتجاوز هالمرحلة، لنختلف على الخطوط والحمر من إخراج القضاة وإشادة، يعني إشارة بيان المرجعي كان إشارة بأنه اللي حصل في مطار بغداد تجاوز على السيادة. هو الإنسان من يفقد سيادته من السيادة تشمل جميع أنحاء العراق، نعم، من شماله إذن هو السيادة إذا تم تجاوز على السيادة، إذن تم التجاوز على المكون الكردي، على المكون العربي السني، على المكون الشيعي، على التركماني، على الإيزدي، على الكل. لذلك كان مطلوب إن شاء الله في الأيام القادمة توحيد الرؤى في هذه القضية الحياتية حتى نقدر نعيد لملمة الدولة، وتكون لنا بعد تقديم هذه الدماء الكثيرة أن يكون لنا دولة قوية ذات سيادة نفتخر بها، لأنه شعب العراقي ما ينقص شعب العراقي أي شيء، شعب اللي يقدم الدماء يقدم، اللي قدر يقضي على داعش بهاي القوة، من هم الدواعش؟ يعني لحد الآن من أتى بالدواعش؟ دواعش يمثلون مجموعة عمليات نعم؟ تطهير، عمليات تطهير لمناطق عديدة في أطراف كركوك وفي أطراف صلاح الدين وفي أطراف ديالة وفي أطراف نينوى وأطراف الأنبار، أيضا عمليات تطهير لجيوب لخلايا النائمة عزيز هاي لأوكار داعش. طبعا هاي العمليات هم راح تستمر. نعم. إحنا اليوم أحد قراراتنا كان أول بارحة كنا قاعدين بنستمر في عملياتنا رغم وجود تغييرات، أبو مهدي غاب عنا، هناك عشرات أبو مهدي راح نظل نستمر. وهل تم اختيار بديل للشهيد عبد أبو مهدي المهندس؟ إلى الآن لم يعلن، لكن العمليات الآن حجبوا على البصري من هو رئيس الهيئة هم موجود، تم بأنه الأمور ستمشي، ارتباط المحاور، يعني العمليات تقوم بدورها، الأمن، الاستخبارات، لوجستيك، إدارية، مالية، إذن نمضي. لكن أريد أعرج لهاي النقطة بأنه صراعنا مع داعش هذا صراع ما ينتهي. هناك فكر حمل يحمله بعض الجهل من العراقيين بثوب إسلامي يريدون يستغلونه لتدمير العراق حتى نرضخ لإملاءات أمريكان، لكن هاي عرفناها الآن نمتلك قوة كثيرة، الشعب العراقي على درجة من الوعي، فإن شاء الله ما تعبر هذه الأمور علينا في الأيام القادمة، نظل نقاتل في جانب ونكافح في جانب آخر، ونطالب السياسيين والبرلمان باتخاذ قرارات جريئة بمستوى هذه الدماء التي سالت في الأيام الماضية. نعم أستاذ أبو رضا نجار، يعني في التطورات السياسية، يعني حكومة عبد المهدي الآن حكومة تصريف أعمال، السيد عبد المهدي قدم استقالته الآن تصريف أعمال، يعني لاختيار بديل للسيد عبد المهدي لتشكيل الكابينة الانتقالية الجديدة، يعني هنالك تجاذبات ومناكفات سياسية مستمرة لحد الآن، يعني جانب تحالف الفتح أو كتلة البناء يعني مصرين على يعني اعطاء اسماء، يعني احترقت بعض الاسماء، هل هنالك اسم لمرشح معين من التكنوقراط من المستقلين لتشكيل الكابينه الوزاريه الانتقاليه؟ طبعا سؤال وجيه، لكن الاجابه صعبه جدا، ليس هناك جواب محدد.
تسمع يعني نسمع في هذه الأيام بأنه البرلمان سيذهب إلى العطلة التشريعية. يقول كيف البرلمان ممكن يروح إلى عطلة تشريعية الآن مطلوب من عندهم؟ وهناك خرق دستوري إنه هناك خرق استهداف لقالة، هناك دولة حكومة تصريف أعمال. إذا نحن بانتظار رئيس وزراء قادم، لأنه دكتور عادل عبد المهدي قدم استقالته. كذلك نأمل بأنه تتوحد الجهود. ما يعني بعض من الأطراف سمعنا في هذه الأيام أستاذ يلماس طالبوا بضرورة إعادة تكليف عبد المهدي لرئاسة الحكومة الانتقالية. عزيزي هاي هذا حديث منا منك، لكن الموجود على أرض الواقع بأنه هو قدم استقالته وتم قبول استقالته. هو تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس وزراء جديد حتى يكلف لمدة شهر تشكيل حكومة كابينة جديدة. إذا كان الرأي هكذا فالمفروض البرلمان يعلمون للشعب العراقي بأنه ماذا يجري. أما طرح أسماء كثر سمعنا زيد عمر، هذا مجرب، ذاك ما عنده خبرة إلى آخره. المحصلة بأنه هناك فراغ كبير دستوري الآن موجود في العراق، يجب ملأه في هذه المدة الوجيزة السريعة حتى نقدر حتى ناخذ قرارات. الآن جانب الأمريكي عندما يسألون لماذا لا نشهد مغادرة من قبلكم، لأن البرلمان أخذ قرار، قالوا الحكومة تصريف أعمال. الآن الموازنة لم تقدم موازنة العراق إلى البرلمان لأنه حكومة تصريف أعمال. إذا معناه شنو؟ معناه إحنا مثل ما حصل في 2014 قانون الموازنة راح يتأخر، فأمام تحديات كبيرة، ربما رسالة الشعب العراقي إلى البرلمان إلى الحكومة بتدارك هذه الأمور حتى لا نشهد فراغا دستوريا وخللا رغم كل التحديات السياسية التي تواجهها الحكومة أو يواجهها الشعب العراقي. السيد عادل عبد المهدي قام بزيارة إلى إقليم كردستان والتقى برئيس وأعضاء حكومة إقليم كردستان وأيضا برلمان كردستان، وأيضا التقى برئيس حزب الديمقراطي السيد مسعود البرزاني في مصيف صلاح الدين، وأيضا توجه إلى السليمانية. يعني كلا على حدة، باعتقادك هذه الجولة إلى ماذا تعزو هذه الجولة، هذه الزيارة إلى إقليم كردستان؟ هنالك يعني بوادر، هنالك تلميحات من الأخوة الكرد بضرورة يعني إعادة الثقة إلى حكومة عادل عبد المهدي. طبعا ربما نرجع إلى الموضوع اللي تحدثنا به، أنه البرلمان من صوتوا في البرلمان على إخراج القوات الأمريكية وبقية القوات. الأخوة الكرد و الأخوة السنة ما كانوا حاضرين. تم تدارك هذه الأمور. الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى إقليم كردستان، إلى إقليم كردستان النتائج كانت إيجابية، لأنه سمعنا من إقليم كردستان الإجابة بأنه نحن في داخل العراق نحترم القرارات التي تتخذ يعني من قبل الحكومة العراقية. اللافت أستاذ يلماز يعني اصطحب معه وزير الخارجية أيضا ورئيس جهاز مخابرات العراقي. نعم قطعا يعني الوفد كان على مستوى، لكن الحديث اللي دار في الإعلام بأنه هم مع يؤيدون قرارات الحكومة الاتحادية. الآخرين الأخوة السنة اللي بالبرلمان شاهدنا في اليوم الثاني كذلك تأييدا لهذه القرارات في إخراج القوات، وكذلك التعامل بإرجاع السيادة الوطنية أو عدم السماح لأي أحد بالتجاوز على السيادة الوطنية. نأمل أن نشهد في الأيام القادمة حراكا أكثر جدية من أجل العراق ومن أجل الدماء التي سالت على مسرح الوطن. نعم أستاذ يلماز، يعني قبل انطلاق التظاهرات والاحتجاجات في العراق في أول من أكتوبر هنالك كانت زيارة لرئيس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، هنالك اتفاقية مهمة تم عقدها بين الجانبين، اتفاقية إعمار العراق
مقابل النفط. يعني هنالك اعتراضات أيضا من الإخوة من تحالف القوى اتحاد القوى على هذه الاتفاقية، هنالك إثارة لموضوع الاتفاقية العراقية الصينية، كيف تقرأ الوضع وضع الاتفاقية العراقية الصينية؟ يعني حكومة عبد المهدي وقعت قبل أن تكون تصريف الأعمال، وهل تم تنفيذ الاتفاقية وهل دخلت حيز التنفيذ هذه الاتفاقية؟ أولا الزيارة التفكير بالاتفاقية حتى كان ربما خروجا على المألوف في العراق. الجانب الأمريكي يريد العراق لقمة صائغة له ولمخططاته المستقبلية، لكن دكتور عادل عبد المهدي كاقتصادي كمفكر، لأنه إذا نرجع إلى مقالاته اللي يكتبها في العدالة العمود إلى الآن نقرأ احنا كل أسبوع اليوم نقرأ، هو يبحث عن تعدد شراكات وليس الشريك الواحد اللي هو طابع التفكير الأمريكي للعالم. هم يعني طبعا يفكرون بتفكير القطب الواحد بين الرأسمالية والاشتراكية، كيف يعني؟ هسه ما نقول اشتراكية لأنه اشتراكية هم راحت، ما عندنا اشتراكية، أصبحت بروستراكية، لكن الدول القوية لها تحالفات اتفاقيات مع جهات متعددة. نحن بعد السقوط إلى الآن إذا نرجع إلى أكثر الشركات العاملة في داخل العراق، إن كان في مجال النفط والكهرباء وبقية، نلقى بأنه مصادرها ترجع إلى مصدر واحد. ذهاب طبعا هاي هم صارت نتيجة لضغوط في سوء الخدمات المقدمة، إن كان كهرباء ما مجاري وبقية الأمور في كل العراق، إن كان النقل. كانت الزيارة كنا اطلعنا على تفاصيلها وتأملنا بخير، لأنه تفاصيلها إحنا راح نحول كميات متفق بالاتفاقية من النفط إلى جهة محددة، نعم. إلى جهة محددة من تصل إلى النسبة المتفق عليها تقوم الشركات والجانب الصيني بتقديم والعمل على محاور متعددة، حيث تم الطلب من كل الوزارات. نحن أنا كموظف في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات تم تكليف الوزير بإعداد خطة شنو الطلب اللي موجود عند الوزارة في جانب بناء مجمعات، في جانب تقديم خدمات، حتى تدخل هذه الطلبات تدرس من قبل لجنة مركزية موجودة وتقدم للجانب الصيني حتى من يحضرون يبدأون بتقديم الخدمات. ونأمل طبعا أكو دول عملت بهذا الاتجاه، ماليزيا، أندونيسيا، شهدت تطورات كبيرة بهالكيفية من التعامل مع الدول الأخرى. الاتفاقية بمعناها بتفاصيلها مفيدة لنا، لأنه نحن العراق نمر في مرحلة ليست لدينا موازنة كبيرة حتى ندفعها للجانب الآخر. تقديم النفط مقابل خدمات خطوة جيدة. ولماذا عجز الموازنة أستاذي المازي؟ يعني حسب يعني نظرتك، حسب توقعك، لماذا هناك تصريحات من بعض الجهات يقولون أنه هناك عجز في الموازنة؟ العجز لماذا العجز؟ أولا العراق اقتصاد ريعي، بعد 2000 أو حتى قبل 2003 العراق دائما كان هذه الصيغة، يبيع النفط نتيجة ما متوفر من الأموال يتم استخدامها قسم من عندها في المجال الاستثماري وأغلبها تشغيلية. الآن موازنتنا احنا 70% تقريبا تشغيلية، تبقى 30 أو 20% استثمارية. ما ممكن العراق اللي طلع من حروب بناء بهذه الموازنة الاستثمارية. إذن يجب تفعيل الجانب الزراعي، جانب الصناعي، جوانب أخرى. الطرق الخارجية أستاذي المازي، أهم شيء الطرق الخارجية، وأيضا إعمار مناطقكم المتضررة من الإرهاب، يعني مناطق مثلا عندكم عزيز هسي كيف إذا الموازنة المجحفة الموجودة من أين من منين نقدر نعمر هاي الطرق الرئيسية؟ نعم هناك 25 كيلومتر هنا،
25 كيلومتر هناك 50، لكن إذا نريد إعمار أساسي ما عندنا أي سبيل غير اللي تم الاتفاق عليه مع الجانب الصيني، وممكن نتفق مع الجانب الهندي في مجالات أخرى، نتفق مع دول أخرى في جوانب أخرى حتى نقدر نطور نبني البلد ونقدم خدمات ملائمة للعراق المدمر. نعم، بالنسبة للشأن السياسي التركماني، يعني التركمان يحتفلون في 16 من كانون الثاني كل عام يستذكرون الشهداء والقادة الأربعة. في 1980 ارتكب النظام البائد النظام الصدامي جريمة بشعة بحق قادة التركمان، منهم الزعيم عبد الله، يعني قادة كبار وأيضا يعني دكاترة تجار وأيضا من الإسلاميين أيضا لانتماءات مذهبية وقومية. أنتم كحشد الشعبي يعني كيف ترون وتقرؤون هذه المناسبات القومية التي تخص المكون التركماني في عهد النظام البائد وأيضا في بعد احتلال داعش لمناطق مثلا؟ طبعا احنا كمكون في العراق مكون ثالث أساسي، تم استهدافنا وقت النظام بصورة بشعة جدا، والشهداء كثر في من جميع المناطق، من تزعين، من بشير، من تازة، من طوس خرماتو، من آمر لكركوك، موصل، تل عفار، قرة تبه، ما تلقى منطقة إلا وقدموا شهداء في مقارعتهم للنظام السابق. في وبعد السقوط نتيجة الأحداث الموجودة تم استهدافنا من قبل القاعدة، نقشبندية، بعدين وصلنا إلى دواعش. قدمنا ربما شهداء التركمان إذا نحسبها قياسا إلى عددهم مع بقية المكونات أكثر من بقية المكونات قطعا، لأن الاستهداف حصل في مناطقنا، الشريط اللي من دخول داعش إلى أطراف تل عفار وصولا إلى موصل وإلى بشير وإلى إلى إلى أمر لمحاصرة مناطق طوس خرماتو. قدمنا شهداء، وقبل دخول داعش في طوس خرماتو في اليوم الواحد هذا القضاء كان تحصل عندنا 10 تفجيرات، آلاف الشهداء من النساء والأطفال. وقدمنا لذلك من نحتفل كعزاء في يوم الشهيد استذكار يوم 16 استذكار وفاء منا لهذه الدماء أولا، ثانيا عهدا نتعاهد مع هذه الدماء بنستمر بالمسيرة. احنا رغم كثرة التضحيات وشهدائنا لكن هذه الدماء الآن أثمرت، الآن شباب مناطقنا ما يسمحون مرة ثانية تتكرر أي اعتداء من قبل آخرين مثل ما حصل سابقا، لأنه يمتلكون الآن كل شيء للدفاع عن النفس والدفاع عن العراق. وهذه إشادة وإشارة فليفهم حتى قسم من العراقيين ربما ما سامعينهم، في صراعنا مع دواعش التركمان سطروا ملاحم بطولية عجيبة غريبة لازم يذكرها التاريخ. أنا أذكر بأنه الدواعش الأنجاس الحقراء من دخلوا إلى مناطقنا إن كان في تل عفار في بشير اتجاوزوا على النساء، لكن دارت الدائرة، احنا وصلنا إلى دواعش وهم يشردون، تم أسر أوائلهم. كيف تعاملنا وياه؟ والله ما سمحنا للرجال أو الشباب بأنه يتعاملون معهم، بل جبنا نساء احتوينا وديناهم إلى بيوتنا، سلمناهم إلى المخيمات. هاي رسالة لازم الجميع يعرفها، وهاي دلالة على انتمائنا على تاريخنا العريق، بأنه تعاملنا مع العدو الشرس اللي تعامل ويانا بذيك الكيفية تعاملنا معه هذه الكيفية. ثانيا هذه الدماء وهذه المجاهدة في السنوات السابقة ستثمر، سنشهد قادة
نشهد مجاميع تفكر بمستوى العراق. وهاي ثبتناها بأنه من كان هناك صراع في فلوجة احنا شاركنا في عمليات فلوجة، في رمادي شاركنا، في عزيز عراق التركمان شاركوا، في بيجي كان عندهم مساهمات. سابقا كان لنا تواجد في الأهوار، المجاهدين التركمان قدموا شهداء في الأهوار على مستوى العراق. العراق هو عراقنا، مقدم الدماء ناظر هو هذا ديدنا. بس اكو شيء نطمح له، بانه يجب مقابل هذه الدماء ان نعامل بعداله وبانصاف. يعني هذا هنا السؤال استاذ يلماز، انتم كساسه وانتم كقاده ميدانيين في الحشد الشعبي، يعني برغم التضحيات وجهاد ابناء المكون التركماني، ولكن هنالك يعني حسب ما نرى ونسمع من ابناء المكون غبن انكم ما حصلتم على مناصب وزاريه سياديه طبعا. وحتى في التعيينات في كركوك يعني نشأت تظاهرات امام مدير العام للتربيه اليوم كان بسبب التعيينات والخروقات التي حصلت. يعني لماذا هذا؟ يعني هل انكفأتم انتم عن الساحه السياسيه؟ ما هو دوركم يعني استاذ؟ طبعا جوابا هسه الشعب التركماني الشعب العراقي جايبون يشوفون هذا اللقاء. احنا كسياسيين التركمان اقصد جميعهم كلهم في حراك كلهم عندهم مطالبات، لكن لم يتم انصافنا. ربما هذا الكلام احيانا يقال والله انتم ما متحدين، هو يا مكون متحد كلهم عندهم مجامع. كنا نامل من الحكومه الفعليه انصافنا اكثر، وخاصه نحن كنا من صدينا لدواعش ومنعنا وصول الدواعش الى اطراف بغداد في حصار امرلي اقصد. كذلك نحن شاركنا مع بقيه القطاعات في دحر داعش في مناطق واسعه جدا. قدمنا الدماء، لا باس. نامل من الحكومات القادمه رعايه هذه النقطه. اما اذا تتحدث عن عدم العداله الموجوده مثلا في تعيينات التربيه، اليوم الشعب التركماني كان عنده يعني مظاهرات بسيطة، وعدوهم بأنه راح يراعون 32% في التعيينات. التقيتم بمدير التربية قبل فترة بحضور سيد محافظ كركوك، أن اتهام الحشد بتدخل الحشد في التعيينات، يعني هنالك حصلت ملابسات ولغط. يعني لماذا اتهام الحشد ولماذا اتهام المكون الأساسي مكون التركماني؟ أبناء المكون التركماني عانوا في عهد النظام البائد من تهميشهم وعدم قبولهم في الدوائر الرسمية إلا بتغيير القومية من التركماني إلى العربي. يعني الآن لماذا يتعرض أبناء المكون إلى التهميش أيضا وخاصة في التعيينات؟ يعني طبعا أنا ما أريد أتطرق لأمور جانبية. اللي تحدث عنه مدير التربية في كركوك وقتها هو أصغر من يتحدث هذا الكلام، لكن هو تدارك حديثه بأنه لم يكن يقصد. طبعا ربما كان يشير أكو من بالحشد قد هدده بأنه إذا ما ترعى العدالة راح نقوم بمظاهرات إلى غيره. كل واحد كل إنسان اليوم يقدر يدعي بأنه هو عنده مطالب، لكن جوهر القضية بأن الكل اتفقوا بأنه الدرجات من خصصت لم تراعى بها العدالة. اليوم كان أكو مظاهرات. نتيجة المظاهرات كما أعلمون بأنه صار الاتفاق كوزارة وكذلك مدير التربية بأنه يتم إعادة النظر بالتعيينات لرعاية العدالة. أنا أقول هسه في كركوك تحديدا وبقية المناطق بعد المكونات ما تقبل إلا العدالة والإنصاف في كل شيء، إن كان في التعيينات في المناصب في الأمور الأخرى. ليش؟ لأنه الكل قدموا، وخاصة إحنا كتركمان نحس بأنه قدمنا. إذا ما نقول أكثر من البقية نقول مثل البقية، بقية المكونات قدمنا حافظنا على الأمن والاستقرار. الآن إجا الدور في استثمار الفوز. يعني إحنا بس شو اسمه دورنا نقدم شهداء، دورنا ندافع عن كركوك وبقية المناطق. في استثمار الفوز
يجب أن يكون لنا دور وناخذ حقنا، وبغيرها قطعاً راح يصير عندنا. نعم هنالك اعتراض على التعيينات، اعتراض على بقية. تقول بأنكم أيضاً تعترضون على يعني لربما أنتم يعني تتسببون في عدم افتتاح المطار في كركوك يعني بسبب أنه هنالك يعني مرقد لقائد مثلاً عثماني أو نعم. مثلاً بيوت لحمزلية أو نعم. لأهالي التسعين، هل هنالك؟ لا لا لا، هاي نعم. الأمور طبعاً إحنا يعني إنصافاً نحكي يعني محافظ كركوك عندنا تواصل وياه، نعقد اجتماعات مستمرة وياه، بل خطتهم بأنه في شهر الواحد أتصور قبل شهر الثاني سيتم افتتاح المطار. المشاكل كانت وما ربما العائق يعني؟ مشاكل العوائق الموجودة ربما خدمية وفنية أكثر مما مرقد هنا أو كمبية هناك. لا، المطار الآن تقريبا أصبح جاهزا، وعن قريب عن لسان المحافظ أخيرا في الاجتماع بأنه عن قريب سيتم افتتاح المطار وتم حل كل الإشكالات الموجودة. نعم، في الختام أشكركم جزيل الشكر الأستاذ أبو رضا النجار، الأستاذ يلماز شاباز، قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني، شكرا لحضوركم معنا في شكرا. هذه الحلقة في برنامج قضية مناقشة أستاذ شكرا يلماز من استوديوهات بغداد. ممكن يعني أنا نعم تفضل نهاية الشهر نعم. حتى نعم. أستدل بهاي الآية. نعم، إن يمسسكم قرح كما مس القوم، يعني أريد أبعث رسالة. نعم تفضل. وأعيد العبارة، إن مسكم قرح. نعم. لقد مس القوم قرح مثلكم. الشعب العراقي بسرعة ما يقولهم ولا تهنوا ولا تحزنوا. إحنا في مصيبة، مصيبة كبيرة، لكننا نقتدي بالكربلاء بإمام الحسين. نقتدي بأئمتنا، سنعبر هذه الأزمة، نخرج منها أقوياء، سيكون لنا أبو مهدي، عشرات أبو مهدي، عشرات حج قاسم، وسنبني العراق إن شاء الله، لأنه عندنا استعداد لتقديم الدم والبناء. وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا لكم، إن شاء الله العراق صابر وصامد وبجهود أبنائه الغيارة فرسان الميادين في الحشد الشعبي وأيضا في القوات المسلحة بكافة صنوفها. عاش العراق، إن شاء الله دائما مرفوع الرأس، العراقيين عاش العراق جميعا إن شاء الله. وشكر موصول لكم سادتي الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.